هسألك سؤالين سهلين خالص في ختام هذه المداخلة الرائعة، من يفوز بالبريمير ليج ومن يفوز بدوري أبطال أوروبا؟ اوكي ديفيسيل. alors la première ligue oui. je pense que أعتقد j'avais dit un أن petit peu comme كل عندما يقول الجميع سوف يكون مانشستر سيتي، أعتقد لأنه الفريق الأقوى، الفريق لديه جرأة في اللعب ولديه أسلوب يفرضه على الخصوم، وأعتقد هو أقوى المدربين الآن لأنه يؤدي بطريقة. بالنسبة وي سيسا، بالنسبة لبطولة الشامبيونز ليج، وي سيسا مسيو. سؤالي عن الشامبيونز ليج ايضا. ايوه بالظبط. من يفوز بدوري ابطال اوروبا؟ الشامبيونز ليج جو بونس باردون كم سا سي بون la Champions League, je vais dire le Bayern Bayern Munich. أعتقد أنه الأقدر بالفوز بهذه البطولة.